المشاهدين السلام عليكم، مبارك عواشركم، الله يتقبل الصلاة والصيام. سمحوا لينا راه تعطلت عليكم، راه الحصاد اللي دهنا عليكم. اللي بغى يكتشف الطبيعة الحقيقية يطلع لا يتبول لي يدور شوية، إلا كمل الدورة هاو يرد عليا، راه شفت كلشي على عينيا. إلا جاب الله ما طلعتيش أجي عدي نعاود ليك، بغيتي نعاود ليك بزاف ولا نعاود ليك غير شوية؟ وإلا جاب الله طلعتي سير تشوف الواد، علاش مفلحين الجدود والجواد؟ واخا البلاد قليلة غلتها فيها البركة وكثيرة. إلا جاب الله عيان ولا ضربك الرواح دخل البحيرة ريح وتسرح، وشم ريحة فلايو وتيمجة وقاش واش غادي يبرا ويرتاح. تشوف الخضر والفواكه كولو قل على الدار ما تدي، مول البحيرة سخير ما يقول لك شنو درتي، كل شيء بلدي وطبيعي، خالي من المواد الكيماوية ولا نقري، طالع غير بالغبار ديال الغلمية. بغيت تشوف النتيجة اللي كيعطي، خرج شوف الموسمين اللي عندهم بزاف، ماشي قد باك ولا قد عمي، في عمرهم من 100 حتى 120 وباقي دوريجين، سنانو باقي صحاح ومسطرين، هرس بيهم اللوز والقرقع وباقي فيه ما يخدمو عندو الدراع. أما ننظر من اللي بعد عارف انت من الذكر، باقي كيشوف الساعة ويشوف الشهر. هذاك الشي باش عجبني تماك فيه المنظر، ما كرهتش نعيش تماك تايفنا العمر. هاد الشي راه صحيح ما فيهش المزاح، والله تمشي لتماك تتولف وتسرح، لما تماك ديما بارد فيه، واخا الحال سخون ما محتاج لا الثلاجة ولا الترموس، والماء تاعهم حلو ماشي مسوس، إلا شربناه ولينا تنقربو على القسوس. لقينا واحد الراجل تماك الله يعمرها دار ربح لينا واحد العتروس، كلناه ديك الليلة وزدنا القرقاع وبو مسوس. أما التفاح مع المزاح خليناهم حتى للصباح. هذاك الشي باش عجبني تماك فيه الجو والهدوء، ما سخينا قاع نهودو، وإلا كدبتوني يلاه نرجعو نطلعو. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تابوني وجيم، باقي الجديد وباقي غادي نقول نعاود لكم على يتبول لي على داكشي تاع القديم.